أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن في رابع أيام العيد. طبعا بنهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات. أرحب بزميلتي إيمي. أهلا بك يا إيمي. أهلا بك زميلي العزيز أشرف، وأهلا بالسادة المشاهدين. أتمنى إن شاء الله أقدم حاجة هادفة إن شاء الله النهاردة، ونقدم محتوى يفيد المواطن ويفيد متابعي برنامج همسة مواطن. إحنا النهاردة معانا موضوع الحدث على الساحة، ألا وهو استحقاق انتخابات مجلس الشيوخ. ولهذه المناسبة بستضيف الباشمهندس عبد اللطيف. أهلا وسهلا فيك أبو دنيا. أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك، أحد مرشحين بمجلس الشيوخ. دعيني أيضا أرحب بالباشمهندس عبد اللطيف. أهلا بك يا باشمهندس. طبعا في بداية الحلقة عايزين ناخد نبذة مختصرة عن من هو المهندس عبد اللطيف أبو دنيا. هو تسمح لي أعيد على تهنئتك بالعيد بتهنئة خاصة لجموع شعب القليوبية اللي احنا النهاردة بنقدم نفسنا كمرشح عند دائرة القليوبية. وحب هنئ الشعب المصري كله ببداية انحصار فيروس كورونا، والأعداد النهاردة رجعت لمستويات أقل من مستويات شهر أبريل الماضي. فإحنا بنهنئ الشعب المصري كله، وبنؤكد على دعمنا للدولة في طريق تعاملها مع ملف فيروس كورونا. أحب أقدم نفسي النهاردة، أنا المهندس عبد اللطيف أحمد سيف دنيا، مرشح لمجلس الشيوخ 2020 عند دائرة القليوبية. لازم الناس كلها تعرف الخلفية اللي احنا جايين بنطرح نفسنا بيها كمرشحين لمجلس الشيوخ. انا شغال مهندس بترول وخبير عمليات تقييم ابار البترول في المحيط الهادي، واخر وظيفة كنت تقلدتها وظيفة مدير عمليات. احنا بدأنا عملنا من مصر في احدى شركات البترول، وانتقلت بعدها للخليج، وبعد ما قدرنا نكون جزء هام وكافي من المعرفة ومن الخبرة انتقلت للعمل في منطقة المحيط الهادي. ولما تهيأت لنا الظروف ونحن نتواجد في وسط أهلنا وناسنا، فكرنا ان احنا نطرح نفسنا كأن احنا نكون كأكون خادم أمين للشعب المصري على مصالحه، وأقوم بدوري في عملية التشريع. أتمنى إن احنا نلقى قبول عند الناخب في الشارع الأيوبي إن شاء الله. إن شاء الله. يسعى كل مرشح لتسجيل مواقف معبرة عنه، إيه هي المواقف اللي تريد تسجيلها؟ هو الموقف اللي دايما بنحب نسجله اللي عشان يثبت للناس ويوضح للناس إيه هي القناعات اللي احنا داخلين بيها، هو موقفنا أولا من الدولة ومن الملفات اللي مطروحة على الساحة. كأي مواطن مصري أمين في حالة وجود ملفات سخنة، بعد قراءة فاحصة لتلك الملفات بنقول إحنا داعمين للدولة قيادة وجيش. أهم ملفين موجودين على الساحة، ملف حالة التوتر الموجودة على حدودنا الغربية، وجود دولة جاية تسعى لفرض سيطرة على دولة شقيقة علشان تاخد منها ذريعة إنها ترسم الحدود بكيفية وبطريقة معينة تضر بمصالح مصر وثروات مصر في منطقة ثروات البحر المتوسط. الملف الثاني اللي بنحب نسجل تأييدنا ودعمنا للدولة فيه هو ملف المية وسد النهضة. وبنحب نطمن كل مواطن مصري وكل مواطن في شوارع القليوبية وفي بيوت القليوبية ان الدولة اشد حرصا على امنها المائي واشد حرصا على مستقبل الاجيال اللي جاية. فلازم نطمئن جميعا ان الملفات دي في يد امينة ومخلصة. قد لا يروق لنا طول الفترة الزمنية، ولكن في معطيات ما بتكونش مطروحة لينا، هي دي الكيفية اللي على أساسها بتتعامل القيادات اللي موجودة في الدولة، وإحنا بندعمها بما يتراءى لها. وإحنا كبرنامج همسة مواطن من بداية الملفين دول أيدنا دعمنا الكامل للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة الملفين، اللي فيه حاجات ممكن ما بتطرحش في الإعلام ولكن الدولة بتبقى شغالة فيهم. واحنا عندنا كل الثقة في القيادة العامة في إدارة هذه الملفات، وإن شاء الله بإذن الله يدار بحكمة، لأن طبعا سواء الدولة سواء الملف الليبي ملف شائك الخطورة، وأيضا ملف سد النهضة أيضا ملف شائك الخطورة، لكن احنا عندنا يعني كل الثقة في حكمة القيادة العامة وفي الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة
ملفين من أهم الملفات الموجودين حاليا على الساحة. وفي ناس كتير طبعا بتقول لك ليه ما نعملش كذا ونضرب ونعمل، لكن ده بتبقى مخططات لجر الدولة المصرية في تمام. أماكن أخرى. ولكن احنا زي ما قلنا احنا عندنا كل الثقة في القيادة العامة. طبعا سؤالي لحضرتك، في الحملات التسويقية يسعى المسوق لإيجاد شعار لحملته يعبر فيها عن أهدافه وطبيعة الحملة، شعار المهندس عبد اللطيف أبو دول. احنا المعضلة اللي واجهتنا في اختيار شعار الحملة هو دايما انت بتختار شعار يعبر عن مشاكل المواطن وحلها في نفس الوقت. كان في بدل المشكلة مشاكل كتير، فاحنا عشان نختار شعار معبر فانا فضلت ان اختار بدل الشعار 2 و3. انا مش بكتر، بس كان شعار الاساسي ان احنا بنقول احنا خيط امل من نسيج الناس. يعني ايه خيط امل من نسيج الناس؟ يعني احنا جينا من وسط المجتمع ممثلين لكافة طوائف المجتمع، حاسين بكل مشاكله وعشنا كل الاحلام، نسعى لتخفيف حدة تلك المشاكل كحد ادنى، ونسعى لتحقيق بعض تلك الاحلام. ده كمعنى ايه هو خيط امل من نسيج الناس. الجزئية التانية، شعار رئيس الجمهورية دايما تحيا مصر. احنا النهاردة مش هنا عشان نزايد او نضيف على شعار رئيس الجمهورية، لكن بنقول للمواطن المصري خلي بالك هي مش تحيا مصر بس، ده المقصود منها. يمكن مفيش فرصة ان احنا نوسع المصطلح، فهو بنقول هو تحيا مصر وتحيا الشعب. لان لما تحيا مصر في وطن قوي ومستقبل مزدهر هيحيا الشعب عيشة هانئة وسعيدة بإذن الله. وشعار رئيس الجمهورية طبعا الشباب، تمام الشباب. وطبعا احب اقول للسادة المشاهدين المهندس عبد اللطيف ابو دنيا مواليد 82، يعني انت ايضا ممثل لجميع الطوائف، ولكن انت على اعتبار ان هكون شيخ صغير. طيب باشمهندس عبد اللطيف، هل يمكن التطرق للحملة، يعني هل يمكن التطرق سريعا الى بعض النقاط في الحملة دي ولا إيه؟ لو التطرق لبعض النقاط، هل المقصود بيها جزئية في البرامج ان احنا نتطرق للبرامج بتاعتنا؟ احنا عشان نوجد برنامج مش يقنع الناخب، لكن احنا نكون بداية احنا اللي مقتنعين بيه، فلكن لازم يكون برنامج لامس للمشاكل وبيقول ايه هي حلول المشاكل. ما اكثر البرامج المطروحة في الساحة، وكل البرامج لما نيجي نسأل اي حد ايه البرنامج بتاعك هيقول لك تطوير تطوير تطوير. طب تطوير ايه ومشكلة ايه اللي هنطور وعشان نحلها؟ اهم 3 ملفات لازم نأكد عليهم لكل ان هم دولت هيكونوا هم القاطرة اللي هتشد الدولة وتتقدم بها نحو الامام، هم الصحة والتعليم والزراعة. مش عايزين نختلف ان هو فيهم هيكون 1 وان هو هيكون 2 وان هو هيكون 3، لكن هم الـ3 ملفات ليه احنا مش هنختلف ان هو فيهم 1 و2 و3؟ لان احنا بنقول لازم الدولة تاخد الـ3 ملفات على التوازي في وقت متزامن للنهوض بالدولة. يعني ما ينفعش النهاردة اقوم عامل التعليم السنة دي والسنة الجاية عامل الزراعة واللي بعدها عامل الصحة، على ما اخش على الملف اللي بعده يكون الملف التاني طاله الاهمال. لازم تكون دي عقيدة الدولة، التطوير في وقت واحد وعلى التوازي في الـ3 ملفات، خصوصا في الـ3 ملفات دي. انا عايز انسان متعلم، تمام، عايز انسان صحي، عايز دولة عندها اكتفاء ذاتي من القوت اليومي. يعني بمعنى احنا مش بنسعى للاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي ما هو ده اللي عايزين نأسس له الجديد. هي الفكرة ما تبقاش عيشة والسلام، احنا مفيش حاجة المبدأ مش هنقعد نقول اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي، احنا عايزين نعدي بقى المرحلة دي، عايزين نعدي مرحلة ان يبقى عندنا الرفاهية، عايزين نعدي مرحلة ان احنا نرسخ عند المواطن مبدأ جودة الحياة. عايزين نلغي مثل هي عيشة والسلام، طول ما هي عيشة والسلام انا هفضل احاول بكل مخططاتي وبكل سبل التنمية ان انا اوصل لجزئية عيشة والسلام. انما احنا عايزين نرسي قاعدة جودة الحياة، هي مش هتبقى عيشة والسلام. عايز اعدي ببدأ ان انا اكتفي بغذائي، ان انا اصدر جزء من الغذاء بره، ان انا اكون فاعل في الملعب الدولي، انا مش على قد هنا. احنا دولة ذات قدر وذات قيمة. الـ3 ملفات دول مرتبطين، يعني مرتبطين بكل الملفات اللي قصة الموقع. ولكن من حسن الحظ يعني عندنا الزراعة بيقام عليها صناعة، بيقام عليها تمام. تجارة تمام. نفس الوضع التعليم، انا عندي منتج شاب او خريج موجود او متطلبات السوق عايز ايه، يبتدي ابتدي اشتغل اتعامل مع متطلبات السوق. أتعامل في الـ3 ملفات دهمت انا بحب اسس ان في بينهم عوامل مشتركة. العوامل المشتركة ما بين الـ3 ملفات للنهضة هي سهلة جدا، تطوير العامل البشري، تطوير العامل التكنولوجي.
انا ما ينفعش اجي النهارده ببعت لمستشفى واقول له المستشفى ده معاك 5 مليون جنيه للتطوير، وهو يختار ان هو يطور في الحيطان والارضيات والجرانيت. لا طبعا. طيب ما انت عندك غرف العنايه المركزه، ازود عدد الاسر، عندك جهاز اشعه، بيجي اطفال عاملين حوادث وكبار السن عاملين حوادث، ما ينفعش يقف انتظار. احنا اللي بنرسخ له جوده الانفاق سواء في زراعه او في صحه او تعليم. الدولة حريصة على المواطن ومش عايز ازايد واقول اشد حرصا على المواطن من نفسه، ولكن في حلقة في النص هي اللي مقدرة الوضع ما بين الدولة وما بين المواطن. المواطن مش معتقد ان هو بيوصل له القدر الكافي من العناية، رغم ان الدولة رسخت وقالت احنا هنبعت الميزانية ويا مستشفى كذا ويا مدرسة كذا ومديرية كذا، خد الميزانية هاي معاك بند 5 مليون 10 مليون طور بيه. هو اختار ان هو يصرف على المنشآت، هو اختار عشان في بعض الثغرات في القانون اللي بتقول لما ميزانيته يتوفر فيها اخر السنة من حقه يوزع على نفسه وعلى نائب رئيس المستشفى وعلى نائب رئيس مجلس الادارة. فاحنا عايزين نغل يد الناس دي في انها تتحكم في الميزانية، بان احنا نفرض عليهم شروط وعوامل في جودة الانفاق. يا باشمهندس، ولكن هناك شكاوى كثيرة خصوصا في مرتبات الكادر الطبي بمجتمع بقى الصحة. تمام، هو ده اللي اسسنا عليه في البداية. انا لسه ما تطرقتش للجزئية دي. احنا قلنا ايه؟ احنا مش هننهض بالثلاث ملفات الا بالعامل البشري والعامل التكنولوجي. العامل البشري، العمل البشري، تنمية وتدريب. العمل البشري احساسه ان هو محل اعتبار وتقدير من الدولة فياخد ما يستحق من راتب. انا مش عايز نعمل عملية تهجير، مش عايز الكوادر الطبية النهاردة بدأت تخرج بره، ولازم نعرف هم بره بيعاملوا ازاي ومرتباتهم ايه اللي بيتقاضوها. النهارده بروح مستشفى الجامعه مش لاقي الاستشاري، مش لاقي الكوادر العاليه، مش لاقي همزه الوصل. المفروض الاستشاري موجود والطبيب الاصغر في الخبره موجود. طيب وشايف ده بيتعامل ازاي؟ معانا اتصال، هناخد اتصال. الو الو. طيب الاتصال اتقطع عن وسط. اتفضل اتفضل. فبقول احنا لازم نطور الطبيب ولازم نديه ما يستحق من الراتب اللي يكفل له حياه كريمه ويكفل له فراغ وجزء من الوقت يقدر يحصل فيه العلم. ما ينفعش اشغل الطبيب بورديه واثنين وثلاثه متتاليين ورا بعض واقول للطبيب ادي. انا اصلا كده مختصم من العمليه الطبيه. زي طبيب في مره انا كنت في مشكله في مستشفى جامعه بنها وحدثت مشكله ومشده، وبيقول لي ده انا بقالي 72 ساعه صاحي. قلت له يبقى انت 72 ساعه انت كده خلاص بعد اول 24 ساعه حد اقصى لو انت سوبرمان يبقى انت بره الخدمه. فاحنا عايزين نركز على العامل البشري ياخذ ما يستحق من الاعتبار في الراتب والتطوير والراحة النفسية. في التعليم المعلم. المعلم. كثير ما تحدثنا عن المعلم وراتب المعلم. المعلم لو اختصرناها في جملة بسيطة هنحل مشاكلنا. وضع المعلم على قمة الهرم الوظيفي في مصر. احنا بقولنا ان المعلم النهاردة ما ينفعش استقطع النهاردة من المعلم المصري استقطاع على اساس 2020 وانا بديله في ايده راتب 2014. المعلم المصري يستحق التقدير. لازم اخرج المعلم المصري من خانه القلق اللي هو عايش فيها واللي بناء عليها بيحاول يحافظ على علاقه سويه بينه وبين الطالب، يحاول يحافظ على علاقه ود بينه وبين الطالب عشان يضمن الطالب يجي ياخد عنده درس. وايضا المعلم المصري اعلى من كده. سعادتك تتذكر قبل ما ننتقل لجزئيه الفلاح ان احنا كنا بنشوف المدرس في الشارع نهرب للشارع تاني. طبعا. المدرس بالنسبه لنا كان قيمه، مش المدرس اللي بيضرب، المدرس اللي بيتهابه وبتعلم منه. عايزين نرجع دي تاني بتطوير المعلم وتطوير المدرسه والاهتمام بمعامل العلوم اللي في المدرسه. مفيش طالب هيتقدم علميا. اتفضلي يا فندم. ايه هي الاسباب اللي جعلتك تترشح في دايرتك؟ الاسباب اللي جعلتنا نترشح في الدايره، احنا مش عايزين نزايد على حد ولا عايزين نذكر اسباب معينه، لكن في محيط دايرتي والدوائر الاقرب لدايرتي وجدنا فيه غياب لاعضاء مجلس النواب. الدايره عندنا بتعاني، مفيش حد بينقل مشاكل الدايره لفوق، مفيش حد بينزل يشوف مردود القوانين في الشارع ايه ويعكسها وينقلها فوق. هتكون بتواصلهم ازاي؟ التواصل احنا بنقول احنا بما المعضله اللي قدامنا دلوقتي ان انا هتبقى نائب لمحافظه، مش نائب لمركز كفر شكر ولا مركز بنها ولا مركز توك. تنائب للجمهوريه للقليوبيه، هي بصفه خاصه انت القليوبيه، انت مشارك في بناء الدوله. بس بصفه خاصه انت جاي تعبر عن الفئات المتواجده في الحيز الجغرافي ده. طب انا اتواصل ازاي مع نواب القليوبيه؟ طب انت النهارده جاي لي من كفر شكر بتقول لي انت هتحل لي مشكلتي هناك في شبرا؟ انا بقول لك ان احنا هنعمل اللي ما اتعملش قبل مننا. احنا نقسم محافظه القليوبيه لثلاث قطاعات، كل مكان فيهم يبقى موجود فيه مكتب بممثل بيتلقى طلبات الناخبين. اللي ما يقدرش يروح، مفيش هنا النهارده فلاح عندنا. طيب ناخد اتصال معانا المهندس محمود. الو، السلام عليكم.
لا هو مش المهندس محمود، معاك المهندس محمد. اهلا بيك يا باشمهندس محمد، ربنا يخليك. ازيك يا استاذ اشرف؟ اهلا بيك يا باشمهندس. برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بيك يا باشا. الباشمهندس عبد اللطيف بصراحه انا ما قابلتوش قبل كده، تمام؟ لكن عن طريق السوشيال ميديا والفيديوهات اللي احنا سمعنا له بتقول والله ان هو راجل كويس وطموح، وبجد احنا مبسوطين ان في شباب بيخرجوا من وسطنا كده وفي السن دوت عندهم الفكر والطريقه اللي بيتكلموا بيها ديت، وبنتمنى ان دولت يخدمونا في مجلس الشيوخ القادم ان شاء الله. شكرا. وبنتمنى ان الباشمهندس عبد اللطيف يعني مش عايزين الاشكال اللي كنا بنشوفها قبل كده في المجلس، الناس اللي كانت بتنام والناس اللي كنت تروح لها مكانها او بيتها او فيلتها بتنطرد وبترمي ورقك وما الى ذلك. ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله بالتوفيق للبشمهندس. مش عايزين نتكلم في سلبيات، احنا عايزين نحافظ على مناخ عام صحي في الدوله. نشكر حضرتك باشمهندس محمد، بنشكر حضرتك، شكرا باشمهندس. احنا اكثر الاتصالات المفروض هنرحب بيها الاتصالات اللي هيبقى فيها نقد او فيها طلب او فيها استيضاح. احنا طيب. كتأييد احنا الجزئيه اللي هاكد عليها في جزئيه التواصل عشان ما ننساش جزئيه التواصل. لسه انا كنت هسال حضرتك النهارده في تكنولوجيا الموبايل موجود، كيفيه التواصل مع المرشح. فهنقترح ان احنا هنقوم بتصميم ابلكيشن او برنامج المواطن عن طريق البرنامج ده في الحالات الغير طارئه، وباكد في الحالات الغير طارئه يقدر يرفع المستندات بتاعته ويتواصل وياخد ميعاد للتواصل اوتوماتيك يتحدد له عن طريق الموبايل. في حاله طارئه هيبقى في رقم مخصص للتوارد، تلاقي النائب ده موجود يساعدك بعلاقاته المنتشره على الدائره كلها. في الثلاث مكاتب تبع هيبقوا منتشرين على حسب المسافه في محافظه القليوبيه. تمام. يراعى فيهم البعد المكاني بين كل مكتب ومكتب، بحيث ان كل واحد فيهم يبقى له دائره. طيب، هناك فقد ثقه ما بين الناخب والمرشح. تمام. يعني في فقدان للثقه، وخصوصا ان الناس بتقول يعني مجلس ده سؤال اللي داير في الوسط او في الشارع المصري. طيب احنا مجلس النواب قدم لنا ايه؟ لما مجلس الشيوخ هيضيف ايه؟ طيب ناخد اتصال. الو. وعليكم السلام وبركاته. اهلا بكم استاذ محمد. معاذ محمد يا فندم من كفر كوردي قريه مركز كفر شكر يا فندم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك محمد. انا احيي الباشمهندس عبد اللطيف واقول عليه ان هو راجل محترم وراجل يعني احنا كلنا عارفين ان هو راجل ذو اخلاق كريمه وراجل بيته مفتوح للدنيا كلها وعمره ما قصر في وش حد ولا الكلام ده كله، وبنتفائل ان دي ابن بلدنا ومحافظه القليوبيه. شكرا. وراجل خدوم وصادق مع الله ومصادق مع نفسه، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله. بنفسكم بقى مع الباشمهندس ان شاء الله يكون تحت قبه برلمان مجلس الشيوخ. انا عايز اكد على جزء. شكرا يا محمد. ان شاء الله تحت قبه البرلمان، لسه جاي من المستشفى حالا ماشي يا فندم عشان الحق البرنامج، واكلم حضرتك عشان اقول لكم ان انتوا قاعد معاكم محترم بمعنى المحترم. شكرا 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 لحضرتك يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك. طيب هناخد اتصال، يبدو ان في اتصالات كتير، معلش يا باشمهندس. ناخد اتصال. الو، السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. نبيل فرحان معاك يا استاذ اشرف ابو دنيا. اهلا بيك يا استاذ نبيل. اهلا بيك يا استاذ نبيل. بني سويف معاك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل يا استاذ نبيل. اولا احنا بنرحب بالاستاذ عبد اللطيف. اهلا وسهلا فيك. ندعي له بالتوفيق ان شاء الله استاذ عبد اللطيف ابو دنيا. شكرا. وبقول لك يا استاذ اشرف، انتخابات مجلس الشيوخ دي احدى استحقاقات التعديلات الدستوريه اللي تمت الفتره الماضيه بامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، ودي كانت خطوه حلوه ان هو عمل غرفه ثانيه برلمانيه بالتوازي مع مجلس النواب المصري. والغرفه دي احنا بنسميها مجلس الحكماء، عشان كده حطوا الاختيارات بتاعتها او من ضمن الشروط بتاعتها انه لازم يكون حاصل على مؤهل عالي ويكون يعني من حكماء البلد، والمجلس الشورى هو مكمل لمجلس النواب، بيناقش تشريعات، بيناقش اتفاقيات دوليه بتعملها الدوله قبل عرضها على مجلس النواب، ودي خطوه ممتازه. واسمح لي ان انا اشكر الاعلاميه المتميزه اللي قاعده بجوار حضرتك الاستاذه ايمي عتل. شكرا يا فندم. شكرا. بتمنى للاستاذ عبد اللطيف
كل التوفيق ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ نبيل، بنشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. استاذنك هنرجع لجزئيه فقد الثقه ما بين الناخب وما بين المرشح. للاسف دي هي الحائط الصد اللي واقف بيننا دلوقتي وما بين اقناع الناخب ان هو يتوجه لصندوق الانتخابات. مش من المفترض ان احنا النهارده انا كمرشح جديد او غيري من الزملاء المرشحين ان هو يتحمل عباءات ومراره تجاهل النواب السابقين للمواطنين. هي دي المشكله الاساسيه. فاللي بحاول اوصله دايما للناخب المصري او اللي موجود في الشارع جزئيتين لازم يفهمهم كويس. الدوله رقم واحد مش هتزور ارادتك. الدوله وفرت لك ستاره هتخش وراها وبمنتهى الحريه والخصوصيه هتدي صوتك للي انت شايف ان هو يستحق. يبقى مفيش مبرر لقعدك في البيت. ممكن قبل كده في العصور اللي فاتت لما كانت بتزور الانتخابات انت كنت محق في قعدك في البيت. طب النهارده وانت في ستاره وفي دوله ما بتزورش وفي لجنه بتتفرس في مكانها وصندوق بيتفرس في مكانه، انت ليه قاعد في البيت؟ انت النهارده بقعدك وسلبيتك في البيت بتدي الفرصه لنوعيه معينه من المرشحين بسطوه راس المال انه يفرض ارادته عن طريق استقطاب مجموعه صغيره تفرض ارادتها على مجموعه كبيره. احنا مش معنى ان انا رحت للدكتور مره وما نجحش معايا ورحت للدكتور اللي بعده ما نجحش ان انا ببطل ان انا ابحث عن حل لمشكلتي او للمرض اللي انا مصاب بيه. مش معنى ان انت كان عندك مرشح او ممثل دائرتك ما كانش كويس او ما كانش معبر عن همومك او ما كانش متواجد ان اللي جاي هيكون سيء. ايه الضمانه لكده؟ الضمانه ان احنا خارجين من الطبقه اللي تحت، احنا مش جايين بباراشوت واسحين فوق الناس وبنقول احنا اللي هنمثلكم النهارده. ده احنا طالعين من تحت وبنقول احنا جايبين معانا كل همومكم واحلامكم. همومكم عشناها واحلامكم شايلينها فوق كتافنا ومقدرين المسؤوليه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه لمحافظه القليوبيه كمحافظه كبيره ودايره يعني متسعه في وقت 20 يوم تقريبا او 15 يوم. تمام. هل المرشح يقدر يغطي الدايره المتسعه هو احنا كشباب بنحب التحديات وقد يكون ده اصلا احد اسباب الترشح ان التحدي كبير والتحدي عباره عن دايره متراميه الاطراف. احنا بنتكلم القليوبيه لا تقل عن 900 قريه. وبعدين انا لما جيت في البدايه كل اللي واقف جنبي في الحمله الانتخابيه يمكن يعوزهم بعض الخبره. ولكن هو تحدي واراده. احنا بنتكلم على دايره لا تقل عن 900، بس الحلم بيبقى لذيذ لما بيبقى صعب. طبعا بيبقى صعب. طبعا. وكل العواقب وكل النتائج هي بالنسبه لنا تمثل مكسب. اتساع الدايره مشكله. ضيق الوقت مشكله. احنا حاولنا نتغلب عليه عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق نحاول نوصل رسالتنا للناس المثقفه تقتنع بينا وتوصلوا في محيط علاقاتهم حتى لغير المثقفين. وبنعول كتير على وعي الناخب المصري. نعول على وعي الناخب المصري رغم ان الطريقه تم التعويل فيها على سلبيته. باشمهندس، هل يمكن تغيير الخلفيه الثقافيه لدى الناخب المصري؟ تغيير الخلفيه الثقافيه للناخب المصري سهلة وصعبة. احنا قدام حل من الاثنين. يتماشى مع العقلية المصرية اللي اعتادت عليه من زمن في الانتخابات، يا اما اثبت واقف على موقفي واقول انا بالنسبة لي المكسب مش نتيجة الصندوق، المكسب القناعات اللي هنحاول نغيرها. المكسب الناس اللي هنحاول نقول لها انها تروح وتشارك. الناس اللي كانت محجمة عن الصندوق وهناخد بايديها ونوجههم للصندوق عن قناعة. مهما كانت النتيجة لازم يرضى بيها. إذا كنت مقتنع بعبد اللطيف والصندوق ما أفرزش عبد اللطيف برضه هنقتنع، هي دي الديمقراطية. فتغيير قناعة الناخب المصري يعتمد على إصرار المرشح. أنا قدامي إما أصر على مواقفي إن إحنا بنقول إن المرشح مش جاي يصرف على الدايرة، لو صرف على الدايرة النهاردة وجاب هنا عمدان وجاب هنا مكان تصوير في المدرسة رغم إنه من الظاهر بتاعه إنه عمل خدمي، طب ما أنت ممكن تشارك بيه بطريقة تانية، ممكن تتبرع في الجمعيات الخيرية. بدل ما تتصدر المشهد بدفع فلوس. بالزبط. انا بقول للناخب المصري كل اللي هيدفع فلوس انت علاقتك معاها تبتدي مع دفع الفلوس وتنتهي مع حط صوتك في الصندوق. اوعى تروح تطالبه بعد كده باي خدمه لانه دفع وخد الكارنيه. طب ايه البديل؟ انت لو كنت في احتياج للي هو بيدفعه انا بقول لك بنشيل عنك الحركه. طبعا خضر. مخرجنا بيعرض بعض الصور قدامنا على الشاشه، بيعرض بعض الصور. تمام. لجولاتك الانتخابيه وسط دايرتك وبين اهلك. احنا صممنا ان احنا قلنا هناخدها من الشارع. أوه. احنا عايزين نفك جزئيه العصبيه والعزوه وتحكم العائلات. مع كامل احترامنا ليها ولها دور فعال، لكن قلنا حتى لو نزلنا بلد
ودخلنا على بيت واتنين لازم ننزل نمشي في الشارع، لان الشارع هو اللي جواه الهموم وهو اللي جواه الحل. انا من يومين كنت بتمشى في كفر شفر وفوجئت بواحد من اللي بيجمعوا الجلود في موسم العيد. انا مش هعدي عليه واقول له النبي اديني صوتك وامشي، انا عارف ان معاه هموم، انا عارف ان من السنه اللي فاتت عندنا مشكله كبيره في الجلود في عيد الاضحى. وقفت اساله مشكله موجوده من السنه اللي فاتت مستمره ولا؟ قال لي والله بيه مستمر، المفروض نخف من الاستيراد عشان السرعه بتاعتنا بقت تتحرك. فاحنا انا مش مركز ان انا اروح اشوف الصوره بتكون اوضح في مش مركز ان انا اروح اشوف هاخد الصوت ونقرا الفاتحه ولا عايزين نشوف مشاكلنا فين واوجاعنا فين ونحط ايدنا على الحلول. فبقول احنا نغير عقليه الناخب المصري طول ما احنا مصممين على ان الحل ان يجي لك مرشح واعي ومثقف ما يشتريش صوتك. وانت لو ظروفك تجبرك على انك تاخد كرتونه او شنطه او زيت او سكر، الدوله لسه مدياك ضمانه وحاطه لك ستاره، خش برضه ادي صوتك براحتك، خليك اذكى منهم. هرجع بقى لسؤالي، لان احنا اتكلمنا بقى عن بالنسبه ازاي مصر تنهض، اتكلمنا على ثلاث ملفات، وطبعا اتكلمنا في ملف الصحه والتعليم والزراعه لسه الفلاح. الفلاح في مصر انا بختصر يعاني ملف الزراعه في جمله واحده. ما احنا مش هنبدا في الحل ولا هنسرع في الحل غير لما نستشعر الخطوره. طب انا استشعر الخطوره منين؟ اقول لكم في جمله واحده، الفلاح لو مات النهارده كلنا هو يعتبر شبه ميت. احنا مش عايزين نصدر اي مناخ سلبي. احنا بنقول ايه؟ لو مات النهارده كلنا هنموت بكره. طب في ايه النهارده؟ في مشكله ناس على حلها. الدوله عندها نيه للحل طبعا. الكيفيه ايه؟ هو ده اللي نقعد ونتكلم فيه. انا بقول النهارده ان الفلاح بقت الزرعه بتاعته ما بتكفيهوش. انا واحد من الناس عندي مزرعه موالح، بدايه ما اشتريت الارض اهتميت بيها جدا، بقيت اقف واروي واجيب السماد وارش واقعد تحت الشجر وانقي الحشيش بايدي ومستني الارض تجيب. الارض ما بتجيبش، او يكاد يكون ان العائد الارض بتجيبه لسه ما لهفش الخدمه اللي احنا بنقدمها للارض. بدات اعمل ايه؟ شلت ايدي عن الارض، شلت ايدي عن الارض واهملت الارض وبدا الانتاج يتراجع. ده حال كل فلاح مصري. طب الحل معاهش يصرف. الحل زي ما الدوله بتعمل حقول استرشاديه بحثيه، لازم تبقى حقول بحث استرشاديه بحثيه اقتصاديه. اجي نهايه المزروع نهايه المحصول واقول لهم المحصول ده احنا كدوله تكلف علينا 500 جنيه. سعر السوق بيقول ان هو يبقى 700، ماشي الفلاح هيبيعه ب 700. طب الفلاح نفسه عشان يعيش عيشه كريمه ويبقى في ضمانه لاستمراريه ان هو يدي للبلد، عايز كام بعد عائد المشروع ده؟ اعتبره كاجر. عايز يبقى 800، يبقى انت بيع في سعر السوق ب 700 مالكش دعوه، وانا هبعت لك دعم على الجمعيه الزراعيه 100 جنيه 200 جنيه، هبعت لك دعم ما يكفل لك حياه كريمه. ما احنا عارفين المثل المشهور بتاع القمح لما بيزيد انتاجه بيرموه في المحيط عشان يحافظوا على سعر السوق. دعم الكيماوي ودعم المنتجات الزراعيه كله. احنا النهارده انا باخد الحيازه الزراعيه واروح الجمعيه، فين؟ انت جيت متاخر. هي في حاجه اسمها جيت متاخر؟ في حاجه اسمها حصه ارضي تفضل موجوده. قلت لك يوم واحد في الشهر، يوم 10 في الشهر تفضل حصه ارضي موجوده. معنى ان انا اجي في يوم وتقول لي خلصت، يبقى في حل من الاثنين، اما ان الكميه اللي جات لك غير كافيه او ان اتسربت بطريقه ما. احنا لازم نراعي الفلاح المصري، وزي ما الفلاح هنراعيه اقتصاديا لازم نقول للفلاح خلي بالك احنا عندنا مشكله في المية. الناس اللي عامله ماسوره ميه معين وتعبير معين، ده هو التعبير الدارج في الارياف اللي هي ماسوره ميه جوفيه، لو سمحت خف ايدك شويه عن استخدام الميه الجوفيه. بالنسبه بقى للميه الاجيال اللي جايه سياده النائب، بالنسبه للميه ان شاء الله، انا هي طلعت كده بس ان شاء الله ربنا يكرمك ويوفقك. بالنسبه لموضوع الميه، يعني يا ريت الدوله تفكر في موضوع الري بالتنهيض، الري بالغمر للاسف بيهدر مياه كتيره جدا، لكن الري بالتنهيض بيوفر كميه مياه. وهناك بعض الدراسات بتقول ان الفدان بالغمر يروي 10 افدنة بالتنهيض. فياريت مش هيوفر الري بالتنهيض، مش هيوفر الميه بس، ده هيوفر استخدام الاسمده كمان، ده هيحافظ على البيئه، هيقلل من عمليه الصرف الزراعي. ده هو له كذا ميزه. احنا بقى عشان ما نزيدش وما تبقى في نقطه جميله نقول الدوله بتعمل حاجه جميله. الخبر ده اصلا موجود من شهر او من اتنين تقريبا، ان الدوله بتعتزم احلال الري بالغمر بالري بالتنقيط، وانا قاري الخبر ده في الجرايد. انا مش بقول لك النهارده انا عبقري الزمان وانا لقيت الفكره دي واتكلمت فيها، لا ده انا بقول الدوله هتقوم بيها، بس انا عايز احط عليها تاتش بسيط. الفلاح مش هيقدر يتحمل تكلفه الخراطيم كلها، طب احنا نوجه من دلوقتي ونغطي بعباءه ماليه كويسه في البنك التنميه الزراعي والصندوق الاجتماعي. الفلاح لما يجي لك عشان ياخد الخراطيم موله،
وناخد منه ايه؟ مش هناخد ارباح، الارباح الدوله تتحملها، واحنا ناخد منه مبلغ زهيد 50 جنيه 100 جنيه على حسب مساحه ارضه. حاجه رمزيه. طب ممكن نعظم من الفايده؟ اه اعظم من الفايده، ازاي؟ ده مشروع جديد والرقعه الزراعيه كبيره ومحتاج حجم ضخم من الخرطيب، ابدا من دلوقتي اجيب مكن من بره ويا صندوق اجتماعي مول المشروع ده للشباب الخريجين. كمان انا بناشد الدوله، الدوله للاسف يعني في حاجه انا بتمناها، انا بناشد السيد رئيس الجمهوريه، لانه طبعا احنا بنعتبر السيد رئيس الجمهوريه هو الاب لكل المصريين بالفعل. ودايما بيسمع لابنائه، زي ما بنبني مدن للاسف لابد من الدوله ان هي تبني قرى جديده باستصلاح اراضي تمام. زراعيه جديده، لان انا النهارده لما هبني كميه مدن اتبنت جديده وكميه وحدات سكنيه كتير جدا اتبنت. طيب انا النهارده كفلاح لما تقول لي مثلا اروح اقدم على واحده، انا النهارده عايز بيت ريفي، انا القرى الريفيه الحيز العمراني من 2003 محدود. للاسف محدود ما فيش 2006 تقريبا، فاضطر الناس يعني بتبني بناء بدون ترخيص وتسبب في الكوارث اللي احنا شايفينها، الازالات اللي شغاله وناس للاسف اتضرت وناس دفعت دم قلبها وناس سافرت وناس كانت مديونه وتم الازاله ليهم. فاحنا بنناشد الدوله، قرى الريف ضاقت على اهلها. النهارده انا من 2003 شفت عدد سكان القريه كان كام تمام. النهارده اصبح يا سياده النائب او باشمهندس بقى كام، فانا النهارده عايز اعمل توسع في الريف، يا اما اعمل بقى عندي محافظات الظهير الصحراوي ابتدي اعمل فيها، وان شاء الله الكلام ده يعني باذن الله سياده الرئيس يكون برنامج همسه مواطن ليه السبق ويتم انشاء. انا عايز 1000 قريه ريفيه على تمام. مستوى تمام. الجمهوريه ان شاء الله الدوله تمام. تبدا في انشائهم بارضهم الزراعيه اللي هي بقى تكون فيها الري بالطنكي. ارد على ساعات هو، بس في جزئيه بس بحب ناكد ايه، احنا لازم ايه كل الكلمات تبقى طالعه بحساب وميزان من ذهب زي ما بيقول. هو الاستاذ اشرف اكيد ما يقصدش جزئيه احنا بنبني مدن للاسف، هو ما يقصدش، هو اللي يقصده ان احنا بنبني مدن ويا ريت نبني معاها كذا، يا ريت تمام في جزئيه الكلام، انا بقول للاسف في جزئيه بناء القرى. انا فاهم يا فندم، انا قلت اوضحها، احنا ما بحبش حد يتصيد ورانا، فعشان كده احنا لازم نوضح كل جمله. في جزئيه بقى بناء القرى الجديده او بناء المدن، احنا يمكن ما نستشعرش اهميتها لان احنا ما زالت عقليتنا احنا بنحب الترابط الاسري. انا مش عايز اطلع من وسط اهلي، من وسط مجموعه اصحابي، انا ما ينفعش اطلع من كفر كردي اللي في كفر شكر واروح اسكن النهارده في العاصمه الاداريه، يا عم هنعيش غريب هناك. فاحنا لسه العقليه بتاعتنا ما تغيرتش غير كده كمان. انا تمام. انا كابن ريف انا ليا طابع وليا كاريزما وبيئه بحب اعيش فيها. غير كده كمان انا معلش، انا كراجل ابن ريف سواء اتعلمت اتوظفت او ما اتوظفتش، انا عندي اكتفاء ذاتي. لما يكون عندي منزل ريفي بعمل حاجه اسمها اكتفاء ذاتي بالموارد المتاحه في البيئه، سواء بقى من المواشي او الدواجن او الحاجات اللي زي كده. احنا بالفعل عايزين اساس، احنا بالفعل محتاجين لتوسعات ولا مش محتاجين؟ انا من رايي الشخصي انا ما بحبش دايما الجزئيات اللي بنتكلم فيها انتهزها فرصه وعارض واكسب بيها ارضيه. انا بقول يكاد يكون مش محتاجين. ليه؟ هو ما فيش كردون ولا في كردون؟ في كردون والدولة عاملة كردون. طب هل مساحات الكردون كلها اتبنت؟ لا. يبقى انا لازم وانا بنزل الكردون انزل الوضعية، بعد اذنك يا استاذ اشرف، انزل الوضعية اللي تقول الكردون ده انت معاك فرصة قد ايه، لازم يا تبيع يا تبني. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما انزل الكردون ما انزلش واعلن عن قطعة ارض ان المنطقة دي دخلت الحيز العمراني او الكردون الا ما يكون معاها المخطط كامل بشوارع وبنية تحتية. ما ينفعش النهاردة تنزل لي 5 فيادين او 10 فيادين في زمان بنها وتقول لي دول كردون وتمشي وتسيبني 10 سنين انا مش عارف الشارع فين. هفرض عليك انا كمان امر واقع زي ما فرضت عليا امر واقع وهبني مخالف. المواطن مش حابب يا جماعة ان هو يبني مخالف. انا حابب ان انا كل يوم اتشد في المحكمة؟ لا. حابب ان انا اروح اجيب كحول انا كمواطن وادفع له 10,000 او 100,000 حسب حجم المشروع وابني مشروع مخالف؟ انا مش حابب ولا حد حابب. انا مش عايز اضيق على المواطن في وضعيه الكردون واسيب له كردون بدون ملامح واسيبه وامشي وارجع بعد 5 سنين اقول له انت بنيت مخالف ليه. لو سمحتوا يا جماعه اللي بيحط الكردون يحطوا كامل التفاصيل والمعالم ويحطوا جدول ثمني الكردون ده، يا الدوله تاخد الارض دي وتعوض صاحبها وتطرحها هي، يا اما تفرض عليه جدول زمني يبيعها للشباب.
طيب. ويباح للمحتاجين وحدات سكن. بعض الناس وبعض يعني اهلنا المصريين البسطاء ما يعرفش مهام مجلس الشيوخ القادم، فياريت حضرتك تشرح لنا مهام مجلس الشيوخ. هو اللي انا بحب اسس عليه في مهام مجلس الشيوخ، اللي لازم نعرف ان دي غرفه تشريعيه من منوط بيها انها تبدي الراي وتقترح اقتراحات في مشاريع القوانين، عشان ما نسهبش في الموضوع رغم ان كل الاقتراحات قدامي ونقول كل الاقتراحات، لازم نعرف ان اللي جاي ده هيكون مشرع هيبدي برأيه او يقترح في بعض البنود اضافة بعض البنود ويتم احالتها لمجلس الشعب، او يبدي الرأي في بعض القوانين المحالة اليه من رئيس الجمهورية، او يبدي الرأي في المعاهدات او في الاتفاقيات او في مشاريع القوانين او ما يتعلق بالسياسة العامة للدولة. فاللي بحب الفرصة اللي بحب انتهزها لما نيجي نقول مهامه، لازم نقول ان مهامه دي في منتهى الخطورة ولا تقل عن مهام عضو مجلس الشعب، إلا ان عضو مجلس الشعب يزيد عليها الدور الرقابي، لكن ده المطبخ وده الغرفة الأولية اللي هتشرع، اللي هتقول الحتت الفنية فين، احنا محتاجين نأسس هنا الكذا. لكن اللي انا بحب اربط فيه هنا دور عضو مجلس الشيوخ واهميته، لو سمحتوا لما تشرعوا القوانين يبقوا انزلوا شوفوا مردودها في الشارع. دي الحلقه اللي احنا لسه فاقدينها في مصر، احنا بنعمل القانون ونسيبه ينزل الشارع وما يتوأمش وما يتلأمش مع الناس ومحدش فوق دريان. لو سمحت شوف مردود القانون اللي انت شرعته، شوفوا اساسه من خلال غرف، ونكون امناء في ابداء الراي. مفيش حد دلوقتي يقدر يفرض رايه على الدوله، ولكن اللي انت تقدر تعمله ان انت تقول انا الامانه تفرض عليا كده من مشاكل المواطن اللي انا لامسها، الامانه تفرض عليا كده من حقي وحق الدوله في الحفاظ على الثروات القادمه والثروات الموجوده النهارده للاجيال اللي جايه. طيب، في وطن به الفلاح والعامل والمراه والرجل والشاب وارباب المعاشات والمسلم والمسيح، تمام، كيف ترى نفسك معبر عن هذه الفئة؟ انا ارى نفسي النهارده ان انتوا جايبيننا تحرجونا باسئله مش اسئله سهله، ده اللي احنا شايفين نفسنا فيه. الوطن فيه بطائفتيه، رغم ان انا ما بحبش التعبير ان انا افصل الطائفتين الوطن، ما بحبش اقول ان في مسلم. انا فاهم احنا بنقول الدارج في الشارع او اللي بعض الناس بتستخدمه، فبنقول احنا كلنا كيان واحد. احنا ازاي هنعبر عن الفئات دي؟ انا يمكن حاليا في الوقت الحالي انا متواجد في منطقه مثلا ما فيش فيها مسيحيين، لكن قضيت 4 سنين في جامعة أسيوط مع زمايلي وإخواني من المسيحيين. أنا أحب أقول لك إن اللي كان بيصحيني لصلاة الفجر كان الدكتور الصيدلي زميلي اللي في الغرفة اللي جنبي. أحب أقول لك إن كان معايا مايكل سمير ميخائيل زميل دفعة 4 سنين، عمرنا لما حصلت مشكلة بصينا فيها مسلم ومسيحي لما بتحصل بيننا وبين بعض. لما نيجي نتكلم عن عمال أحب أقول لك إن الخلفية أب عامل، فعارفين مشاكل العمال وعارفين الدنيا فيها إيه وأوجاعهم إيه. لما نحب نتكلم عن الفلاح اقول لك جدي كان فلاح، واقول لك انا عندي ارض وبزرعها بايدي، ويمكن ما بجيبش حد يشتغل فيها الا في اضيق الحدود من باب توفير فرصه عمل مش من باب الاحتياج له. فاحنا بنقول احنا حسينا بكل الطائف من باب الشباب، احنا في الفئه العمريه اللي بتسمي نفسها شباب، فاحنا عايزين نقول احنا مش مرشح فئوي ومش جاي يمثل شباب ومش جاي يمثل فقراء، احنا جايين نمثل كل قطاعات الوطن. ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا استاذ اشرف؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. معاك الاستاذ سيد المرسي. اهلا بيك يا استاذ سيد. انا بحب اشارك الباشمهندس عبد اللطيف لان من الناس المحترمه، وكان في يوم من الايام تلميذ عندي في الاعداديه، ايام الاعداديه. تمام يا فندم. اهلا استاذ سيد. والصراحه انا كنت متنبئ بان هو رجل سياسه من صغره. احنا لسه يعني بنخطو اولى خطواتنا يا استاذ سيد. تسلم يا باشمهندس. احنا لسه بنحبو في عالم السياسه. طول عمرك رجل سياسه من صغرك وده مش جديد عليك انت. ما احنا عايزين نحولها بقى من السياسه ان احنا بنمارسها في الارياف والمشاكل اللي بنتناقش فيها يوميا، نحولها ان احنا نخش بمشاكلنا دي واحنا اللي نعرضها في النواب يعني او في الشيوخ. عاوزين لكل المعجمين. امين 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 يا رب يعني يا استاذنا. معانا يعني باذن الله. باذن الله يا استاذنا. يمكن يا استاذ سيد يمكن من ضمن الحاجات اللي ناقشناها مع الباشمهندس او تمام. اللي حبينا نوصل صوتنا من صوت المعلمين من خلال البرنامج هو تحسين أيوة. وضع المعلم المصري، ويمكن الباشمهندس عبد اللطيف قال ادراجه من ضمن الفئه الاولى للدوله في الوظيفه.
ما هو نتمنى من حضرتك يعني ان كل المرشحين برضه يظهروا صوتنا في الدوله، لان بصراحه المعلمين دول ما لهمش اي صوت. فمن خلال الباشمهندس عبد اللطيف اتمنى ان ايه ان يكون صوتنا عند الدوله ان شاء الله. من خلال الباشمهندس عبد اللطيف ومن خلال برنامجنا بنوجه نداء للسيد الاب الراعي لكل المصريين، ان شاء الله يكون في نظره لمعلمين مصر، لان هم دول ركيزه الدوله. لان انت عايز تبني دوله يبقى بالعلم، بالعلم تنهض الامم. بشكر حضرتك يا استاذ سيد، نرجع تاني. متشكرين جدا. شكرا يا استاذ سيد. نرجع تاني. شكرا يا استاذ. نرجع تاني لموضوع الفئات. احنا اتكلمنا كتير عن جميع الفئات، ولكن المراه، المراه انا ما بحبش. وانت تعلم ان السيد دور الرئيس المرأة. انت تعلم واعلم ان المراه هي اكبر لاعب واكبر مشارك دايما في اي عمليه انتخابيه، ولكن احنا مش هتودد للمراه ولا هقول هنعمل وهنعمل للمراه. هو يكفي القطاع ده لما يعرف ان احنا المراه بالنسبه لنا بتمثل الام والاخت والزوجه والابنه، فاحنا اشد حرصا على كل ما يمثل مصالح هي بالنسبه لي دول الابنه والام والاخت والزوجه، وخصوصا يعني المراه المعيله اللي طبعا سياده الرئيس يعني بيعطيها كل الاولويه، نقول عليها في القلب ونصب العين، لان دي اضعفهم. دي اضعفهم اللي معاها هم اولاد، اللي ملهاش مصدر دخل. دي يمكن رئيس الجمهوريه بدا بمشروع تكافل وكرامه وحط الفئات دي من اولى الفئات المستحقه للدعم بفئات وكرامه، لكن بنقول ان احنا ان شاء الله باذن الله لازم يزيد الدعم شويه اللي رايح للفئات دي، خاصه المستحقين منهم باذن الله. طيب هل هناك شروط علميه او ثقافيه غير الشهاده الجامعيه تراها في من يترشح لعضويه مجلس الشيوخ، وخصوصا انه يطلق عليه مجلس الحكماء؟ الحكماء او التكنوقراط او اي مسمى، لكن ده الغرفه الاوليه اللي هيطلع منها ويتحط الملامح لبدايه اي قانون. احنا مش بنقدم نفسنا ان انا خبير قانون، انا بقدم نفسي ان انا بخبره علميه في مجال النفط او في مجال البترول. بنقول ان احنا هيبقى عندنا خلفيه في عمل الاتفاقيات المختصه في المجال، وخصوصا ما نراه على الساحه، ما نراه على الساحه في ملف، خصوصا ان احنا بدا بفضل ربنا يظهر عندنا ثروات ضخمه في مجال الغاز والبترول، ودي تحتاج للمتخصصين. طيب في عمل النوع ده من الاتفاقيات. ناخد اتصال ونرجع تاني. اتفضل يا فندم ونرجع. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا استاذ اشرف، اهلا بيك يا فندم. يا استاذ اشرف، الباشمهندس عبد اللطيف، هستأذن حضرتك وطي التلفزيون. طيب هستأذن حضرتك توطي التلفزيون. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. الباشمهندس عبد اللطيف جه شرفنا هنا الباسيم، وانا فعلا ده راجل حاسس بينا. ليه راجل اتكلم لمؤاخذه في الزباله اللي في الشوارع اللي احنا مش عارفين نوصل لها الحل؟ تمام. مشكلتكم بهاتيم هو ملف الزباله وصل البيوت، ما احنا مش عارفين نشم، مش عارفين نمشي من الريحه. هما المشكلتين الاساسيين في بهتيم، ودي كانت مش اول ولا اخر زياره ليا في بهتيم. بهتيم من ضمن الدائره، اعلى منطقه من اعلى مناطق القليبيه في الكثافه السكانيه. بدون مبالغه بيصل ارتفاع القمامه في بعض شوارع بهتيم لارتفاع دورين. وايضا نفس المشكله يعني تحدثنا بهتيم حاله خاصه في الجزئيه دي بالذات. وابو زعبل نفس الوضع. ابو زعبل يكاد يكون ابو زعبل في منطقه الرشاح. نفس منطقه الرشاح. تمام. وانا نزلنا وصورنا قبل كده، ولكن للاسف، لكن انا بشفق على المواطن النواب. تمام. ولكن لا جدوى فيما توصلنا فيه، خصوصا ان انا بعد سنتين ومن خلال زيارتي لابو زعبل رايت ما رايته من عامين من تراكم للزباله. تمام. انا احب احط في الجزئيه ديت ان مش دايما في كل الملفات انا هقول الدوله عليها جزء والدوله اللي شايله كل المسؤوليه. ليه بقى؟ في مشكله بهتيم دي بالذات، انا تصادف ان تاني يوم وانا في منطقه بنها فوجئت بالمحافظ اللي هو عبد الحميد الهجان بيلف بيرفع الاشغالات في مدينه بنها، فانا استوقفته. يا سياده المحافظ، الزباله في بهتيم منظر يرثى له.
ما ينفعش المنظر ده. طيب بهتيم. فين رئيس مجلس؟ قال لي فين؟ المدينة. اكمل طيب. لسعادتك. ما هي دي الجزء اللي هنتكلم فيه. قال لي فين في بهتيم؟ قلت له في الشارع الجديد وشارع شعراوي والناس من الدائره. القمامه في بهتيم الناس اعتادت عليهم نفس اعتيادهم على اهمال المسؤول. فين رئيس الحي هناك؟ فين الناس المسؤوله؟ لو جيت تكلم رئيس الحي يقول لك يا عم ما انا حاطط له صندوق ما بيرميش في الصندوق ليه؟ انت سالت نفسك الصندوق ده مستوعب حجم عدد السكان الموجود في المنطقه ولا لا؟ ما انت بتيجي تتصدر اخر النهار تقول للمحافظ انا حاطط له الصندوق ده رامي على جنب، انت حاطط صندوق لشارع فيه 10,000 واحد، صندوق حجمه 5 متر مكعب عايزه يستوعب فضلاتنا؟ انت تعامل مع المشكله الاول. فالمقصد في الموضوع هنا ان انا لما قلت للمحافظ لما كلمت المحافظ فوجئت بعد 4 ساعات على صفحه المحافظه، المحافظ كان في بان عبد الحميد الهجان موجود في بهتيم. طب يبقى احنا كان ناقصنا ايه؟ يبقى احنا كان ناقصنا حد دايما يوصل. يرفع صوتنا. توصيل صوت. احنا كان ناقصنا نواب بهتيم وشبرا، انتوا فين من المناظر دي؟ انتوا فين من مشكله المدبغه؟ رغم ان انا لما نزلت بهتيم بعض الناس هناك حذرتني ما تتكلمش في مشكله المدبغه. الناس اللي تخصهم المدبغه في بهتيم وبقول انا اهل بهتيم احنا ما بنخافش من حد. قالوا الناس اللي تخصهم المدبغه في بهتيم والريحه اللي تطلع منها الناس دي بتتحكم في كتله تصويتيه كبيره. احنا مش عايزين الكتله التصويتيه الكبيره بتاعتهم. بس احنا عايزين مصلحه مواطن واحد يعيش حياه كريمه في جو بيئي نظيف. فانا من هنا برضو بناشد السيد المحافظ مره تانية، لو سمحت يا سياده المحافظ ما تطلعش من بهتيم غير لما تحل المشكلتين دول. وابو زعبل نفس الوضع. وابو زعبل منطقه الرشاعه على الاخص. طيب معانا الاعلامي الزميل خالد عرفه، اهلا بيك يا استاذ خالد. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكم حضراتكم. مساء النور يا فندم. انا بس مش يعني كنت اتمنى ان اقابل المرشح اللي عند حضرتك. يعني حد مبسوط جدا ان شباب مصر بالشكل ده، صاحب رؤيه، يعني عنده المام بكل الملفات اللي في الدوله، سعيد جدا. يعني انا حاسس انه اعلامي منك كمان، يعني ده لمم كل الموضوعات. انا يعني ان جات الظروف انا مش انا خارج من اليوبيا طبعا، بس ان جات الظروف اتمنى اقابلك بجد. يعني ما شاء الله عليك، مصر حلوه في شبابها فعلا بجد، فيها حاجه حلوه طبعا. ربنا يوفقك يا ابني وربنا انت مد يعني لا حاجه مشرفه. موضوعات كلها لمم كل الملفات، الزراعه، التعليم، الاسكان، الصرف الصحي، الرؤيه ديت. لا مصر شبابها بخير، يعني انا مبسوط جدا بشباب مصر اكتر ما مبسوط بمجلس الشيوخ بصراحه. لا ربنا يحفظكم ويوفقكم، وحلقه جميله وانتم ادائكم مميز ومشرف، وبالتوفيق ان شاء الله. واقول للمهندس عبد اللطيف، المهندس عبد اللطيف صح؟ المهندس عبد اللطيف اللي مع حضرتك، لا اقول له يعني ربنا معاك، انت واجهه مشرفه شباب مصر، يعني بالتوفيق ان شاء الله. واعتقد الشباب عندك في المحافظه هيبقى لهم رؤيه اخرى لما يعني في التواصل مع سيادتك. لا حاجه مشرفه، بالتوفيق ان شاء الله، موفق ان شاء الله. واشكركم جدا، اشكركم، تحياتي يا فندم، جدا بخير. شكرا لحضرتك. طبعا مخرجنا بيبلغني قدامي 3 دقائق، تحب تقول ايه لكل اهالي محافظه القليوبيه؟ كلمة أخيرة من الباشمهندس عبد اللطيف. أقول لكل شعب القلبية إحنا عايزين ندير العملية الانتخابية دي في مناخ صحي يخلو من أي إشاعات ويخلو من أي مشاكل. وقد تضطرني الظروف إن أنا أقول للناخبين لو سمحتوا إذا ما قدرتش تميز ما بين المرشحين وما جاتلكش فرصة إن أنت تعرف كل المرشحين ممكن تقدر تشغل الجغرافيا، بمعنى مضطر إن أنت تختار المرشح الأقرب لك. لما لو تعرف مرشح متميز أمسك فيه بإيدك وأسنانك. الجزئية اللي أنا أغفلت إن أنا أذكرها في البداية هي جزئية رمزية المدفع. إحنا ليه اخترنا المدفع؟ كان في بدل الرمز 100 رمز، لكن أنا مختار المدفع عشان أدي بيه رسالة للمواطن المصري والمواطن الأليوبي وأقول له صوتك العالي الرشيد، وأكد على جزئية الرشيد، هيكون مسموع. وإن إحنا كلنا لازم نتكاتف مع بعض مهما كانت صعوبة العملية الانتخابية، ولازم كل واحد فينا اللي وصلته رساله من عبد اللطيف واقتنع بيها، انا بقول له لو سمحت وصلها في دايره علاقاتك عشان نقدر نشتغل كاننا بنشتغل بطريقه عنكبوتيه ونوصل لكل محافظه قلبيه. طيب لو ما اقتنعتش بعبد اللطيف، لو سمحت انا بقول لك ما تسكتش واشتغل عليه وعرف الناس كلها ان هو لا يستحق الصوت ده. بس انا شايفه ان ناس كتير جدا مقتنعه بحضرتك، بالتوفيق ان شاء الله. سلام يا فندم. طبعا في النهايه بشكر حضرتك. شكرا. واحنا كاسر البرنامج احنا بنقول للمواطن انزل شارك بصوتك، صوتك امانه، ده المكسب. ان شاء الله طبعا احنا يوم 11 او 12 العالم كله بيوصل الى مصر، عايزين نبين بلدنا بصوره حضاريه جميله في استحقاق يمكن الاول من نوعه يطلق عليه
مجلس الشيوخ. يا جماعة كل العالم أنظاره في هذه المرحلة أو في هذا المرحلة متجه نحو مصر، فإحنا كمواطنين مصريين أو كمصريين شرفاء، انزل شارك، ادي صوتك للي انت شايفه، للي عارف ان هو هيوصل همومك، اللي عارف ان هو هيكون سفير ليك امام الحكومة. تمام. انزل وشارك اي مكان، احنا عايزين نظهر بلدنا بالصورة المشرفة. وفي النهاية زي ما دايما بقول لكم، اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.